بسم الله، السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم في تمام الصحه والعافيه ان شاء الله. اليوم جيتكم برشمه جديده ومعروفه، هذا رشمه متداوله معروفه، ان شاء الله غندير معكم التطبيق ديالها. مهم كيف ما كتشوفوا، خدمتها هنا على الثوب مليفه، خدمتها بهاد جوج الالوان، البلوس ديال وهاد اللوين بحال الكاشيري. مهم نتمنى تنال اعجابكم. وبالنسبه لهذا الرشمه اللي بغاو البنات اللي غيبغيو الرشمه، انا غنخليها لكم في اخر الفيديو، ونتمنى انها تنال اعجابكم، ونخليكم مع الطريقه ديال الخدمه، الطريقه ديال الخدمه ديالها. تابعوا الطريقه باش تشوفوا يعني التفاصيل كيفاش خدمتها. مهم بسم الله على بركة الله، نبدأ معكم بهاد العليفات، وهما اللولين غنبداوهم بهاد اللون البلوسيال. مهم كنبدأ العليفة بالراس رقيق، كنفتح العراض وكنجمعها، يعني العليفة راه معروفة في الخدمة ديالها، كتبداو الراس وكتعرضو في نفس الوقت كتجمعو بسرعة، يعني في الاخر يعني كتجمعي العراض بسرعة، ما تخليش العراض مطلوق. مهم الطريقه ديال العليفات راه معروفين. كنبدا العليفات اللي على الجناب، بعد كندوز نخدم العليفه الفوقانيه، باش بيها كنهبط بهاد الخط رقيق حتى لتحت. علاش غنبدا نخدم البنات هاد العليفات؟ حيت هما اللي عندي، يعني هما الاولين نخدمهم، عاد نخدم فوقهم يعني الوريدات وداكشي، باش غادي نفيني بهم الخدمه، باش تجي الخدمه مفينيه. المهم الطريقه ديالهم راها سهله، غير عمرو شويه في الخدمه، ملي تكونوا تخدموا عمرو، يعني تقلوا يديكم، يجيو هاد العليفات عامرين. الا بغيتوا تخدموا تعاودوا فوق منهم حتى هما مزيان، كتجي الخدمة بومبي وعامرة، كتجي الخدمة عامرة مزيان. مهم كنخدم العليفات اللي على الجناب، كنجي العليفة الفوقانية حتى هي كنخدمها، وكنهبط بهاد الخط الرقيق باش كنجمع بيه الخدمة ديالي الوسطانية. مهم طريقة سهلة. دائما هنايا غتبداو العليفات من التحت، باش نتوما طالعين وانتوما يعني كتطلعوا كتخدموا، يعني دائما بداو الخدمه من التحت. مهم كيف ما كتشوفوا، انا راه بديت هذوك التحتانيين، باش كتجيني الخدمه مع يعني متصله مع بعضياتها. كنخدم هذيك العليفه الفوقانيه، وهنا كنرقق، كنبداها بترقيق، كنجمع بيه الخدمه اللي عندي الوسط مزيان، وكنعمر. المهم هنا انا كيف ما كتشوفوا راني خدمتها غير بجوج الالوان، الا انتم ما بغيتوا تخدموا يعني باكثر من لون فهذا كيبقى الاختيار ديالكم. المهم كل واحد والاختيار ديالو، وهي بجوج الالوان، بثلاثه بثلاثه الالوان كتجي زوينه. المهم كل واحد والطريقه ديالو. المهم بالنسبه للخدمه، يعني دائما حاولوا الخدمه المرمه، تراقبوا المرمه تكون مجبده عندكم مزيان، قد ما المرمه كتكون مجبده قد ما الخدمه كتجي مزيانه، يعني المرمه ضروري تكون مجبده مزيان. بالنسبه للبنات اللي كيقول لك الخدمه كتجينا مكمشه ولا شي حاجه، راه من المرمه ضروري تجبدوها، يعني المرمه كتكون مجبده كتجي الخدمه مزيانه. المهم هنا كنبقى بغاده مستمره البنات،
يعني بنفس الطريقة كنخدم هاد العليفات حتى كنكملهم كاملين، حيت هما اللي يعني هما اللي غتجي فوقهم الخدمة، يعني كنبدا بيهم هما الاولين. شوفوا البنات الطريقة، كنفتح العراض وكنجمع في الاخر، يعني ما تعطيوهمش داك الرويس مقامق بزاف، يعني حاولوا الرويس يجي عريض شوية، وحاولوا تحافظوا على الشكل ديالهم يعني بحال بحال، ماشي وحدة ديروها رقيقة وحدة تجي غليظة وحدة، لا دائما حافظوا على الشكل ديالها، يعني يجيو تقريبا يجيوكم بحال بحال في الخدمة. لاحظوا معايا البنات كيفاش كنخدم، يعني العراض كنبدا واحد شويه مفتوح، كنعطي العراض مزيان وكنجمع في نفس الوقت. المهم غير ركزوا مزيان في الطريقه وفي الخدمه كيفاش، راه ان شاء الله غادي تصدق معكم، يصدق معكم هاد العليفات، واللي ما متمكنينش منهم يعني تدربوا عليهم مزيان، تقدري تخدميهم بزاف ديال المرات باش يلاه يعني توفقي فيهم. المهم اي حاجة تدربوا عليها مزيان. حتى البنات يعني الطريقة ديال الرشيم راها كتلعب دور، الا يعني الا كنتو كترشمو مزيان والرشمة كتجيكم هي هذيك، راه حتى الخدمة غتجيكم مزيان. اهم حاجة الرشيم حتى هو كيلعب دور مزيان في ان الرشمة تجيكم هي هذيك. هنايا كنبدل اللون، المهم هنا كنبدا بهاد العريش، كنبدا الراس رقيق وكنعرض، في الاخير كنجمع العراض، كنبدا بهذا العريش حتى هو. المهم كنبدا هادو والورده كنخليها هي الاخر، علاش؟ باش كيف ما قلت لكم باش الخدمه تفينا معايا، باش الورده هي اللي غادي نجمع بها الخدمه كامله. شوفوا لاحظوا معايا كيفاش الطريقه ديال الخدمه، كنبدا الراس رقيق وبشويه بشويه كنعطي العراض، ملي كنوصل الاخر كنجمع العراض. هنا كذلك غنخدم هاد العريش، هنا كيكون واحد الميل، يعني كتكون كتخدمي وكتخدمي المرمى مايله شويه. المهم الطريقه ديال هاد الرشمه سهله وكتجي زوينه في نفس الوقت، الخدمه ديالها سهله ماشي صعيبه، وحتى الرشمه كتطلع زوينه. بالنسبه للبنات اللي بغاو يخدموها كفشي جليليبيه ولا شي حاجه، راها زوينه وكتجي مزيانه. هنايا فهاد العريش كنبدا رقيق وكنعطي العراض واحد شويه، وفي الاخير كنجمع العراض. لاحظوا البنات العرس حتى هو كنبدا داك الرويس رقيق وكنبدا غادا وكندور مع هاد العريش، هنا في الوسط كنعطي واحد شويه ديال العرض وكنجمع العراض في الاخير. المهم بنفس الطريقة كنبقى نعاود هاد الريشات،
يعني بنفس الطريقة كنخدمهم حتى كنكملهم كاملين. الطريقة ديالهم سهلة وما فيهاش صعوبات، ما فيهاش تدوار حتى ديال المرمى، ما كاينش هنا التدوار ديال المرمى. اهم حاجه البنات هن تكونوا متحكمين في المرمى ديالكم، ودائما تنقول لكم بالنسبه للايدين ما تقلوش ايديكم، يعني ما تحطوش ايديكم على المرمى. تقدري تكوني كتخدمي وملي كتحطي يديك على المرمى تتقلي شويه الثوب، ما تتخليش المرمى تبقى تتحرك على كما كنقولوا على خاطرها. يعني قد ما كتحطي يديك على الجناب ديال الثوب قد ما المرمى كتزير معاك، وتا الخدمه ما كتمشيش المرمى على خاطرها. هنا البنات غادي نبدا نخدم الورده. كنحدد هذاك الاطار ديال الوريقه الاولى ديال الورده، وكنبدا نعمر من الداخل بالخطفه. يعني كنبدا ندي المرمى ونجيبها، شوفوا معايا الطريقه. كتحددوا الاطار هو الاول ديال هذيك الوريقه، وكتبقاو غاديين وكتعمروا من الداخل. اهم حاجه تعمروا في نفس الاتجاه اللي غاديين بيه، كتبقاو غاديين بيه هو ماشي كل وريقه نخدموها في اتجاه، خاص نفس الاتجاه اللي مشينا بيه نخدموا بيه الوريقات كاملين ديال الورده. المهم هاد الورده راه عباره عن وريقات، يعني عندنا هنا ربعه الوريقات كيشكلوا واحد الوريده. كنحافظوا على الاتجاه ديالهم بربعه يكونوا عندنا في نفس الاتجاه ديالنا. لاحظوا البنات يعني كنعمر مزيان. في الوسط كنجمع هذيك الوريده، مهم هنايا بنفس الطريقه غنعاودها معكم. لاحظوا البنات مزيان كيفاش كنحدد، وهنا غير مسرعه الفيديو. يعني من داك الاطار كتحدوه يكون ثاني يكون غليظ وعامر، يعني ماشي يعني عامر، ماشي تحدوه خفيف وعتعقبوا تعاودوا فوق منه. دائما الاطار حدوه يكون عامر احسن لكم. كيبقى لكم غير الخدمه الوسط صافي، كتعمروا غير الوسط. الاطار عامر كتحكموا مزيان في الخدمه، ما كيبقاش تخرجوا على الخدمه ولا شي حاجه، كتبقاو دائما داخل ديك الوريقه. المهم بنفس الطريقه انا كنستمر في هاد الوريدات كيف ما قلت لكم. اهم حاجه انني نحافظ على الاتجاه ديالي ديال الخطفه، يعني اللي كنخدم به. وفي الاخير كنجمع ما بين هذوك الوريقات بواحد النقيطه هكا عامره باش كتعطيني الشكل ديال الورده. كيف ما كتشوفوا البنات راه الطريقه سهله وسهله بزاف، غير يعني تشجعوا وخدموها. وحتى حاجه ما تقولوا راه صعيبه، يعني راه الحاجه الا ما جربتيهاش راه غادي تجيك صعيبه اكيد. اي حاجه الا ما زعمتيش وخدمتيها وجربتيها راه غادي تقولي هذه صعيبه، ولكن ملي كتخدمي الحاجه وكتجربيها راها كتجيك سهله وسهله بزاف.
المهم البنات بالنسبة لهذا الرشمة يعني حاولوا ترشموها مزيان باش تجي، يعني تجي معاكم الرشمة هي هذيك، حيت الرشمة يعني ما تبغيش تجيبوا وحدة صغيرة وحدة كبيرة، ولا الوردات كبار، ولا العريشات يكونوا يعني شي كبير شي صغير. حاولوا الرشمة تحطوها كيف ما هي. مهم انا الرشمة غنخليها لكم في الاخر ديال الفيديو. الرشمة حاولوا تحطوها كيف ما هي، يعني حتى في الخدمة تجي هي هذيك، يعني مش حاولوا تزيدوا شوية ولا تنقصوا، ولا باش حيت الرشمة كتكرر يعني كتبغي بحال اللي كتكون فوتوكوب، يعني غير رشمة واحدة وكتعاود. خاصكم حتى في الخدمة تحاولوا تمكنوا منها في الخدمة باش تجيكم هي هذيك. مهم هنايا راني قريبة يعني نكمل هاد الوريدات. هنايا نفس الطريقة كنبقى غادية مستمرة بها، يعني كيف ما قلت لكم راه الرشمة غير شكل واحد ديال الرشمة وكيتكرر، يعني نفس الطريقة. ورشمة سهلة بالنسبة للبنات المبتدئات، سهلة ليكم الرشمة الا بغيتو تخدموها، راها سهله ما ماشي صعيبه، ما فيهاش شي تقنيات بزاف. المهم هنايا من بعد ما كنعمر مزيان كنعطي هذاك النقيطه الوسط ديال باش كتعطيني الشكل ديال الورده. المهم هذه هي الرشمه، انا راني كملتها. المهم كيف ما كتشوفوا راه الطريقه ديال الخدمه ديالها سهله سهله بزاف. هذه هي الرشمة البنات. مهم حاولوا تسكرينيو الرشمة وخرجوها يعني عند فوتوكوبي او لا سيبر او لا شو. البنات نتوما كل وحدة فين كت يعني كل وحدة فين غتخرجها.